متزوجين انتم ولا لا؟ لا ما متزوجين. فلهي سبب انه انتم متفرغين كاصدقاء؟ ايه نعم. زين ما ناويين تتزوجون؟ يعني نفكر. لا والله إيه؟ يعني ما مقرر. لا ما مقرر. شنو سؤال مخلد، شنو الشيء اللي يخلي الشاب العراقي اليوم يقول افكر اتزوج؟ شنو هي المقومات اللي يحسها ما موجوده فما يريد يتزوج؟ الوضع يعني ما يسمح. شنو نوع الوضع؟ يعني مثل ما يقول الحاله الماديه والبنيه هواي تريد يعني مثل ما يقول تكاليف الزواج 10 ب10 15 ب15. وين 10 ب10؟ قد قديمه من 2015 خلص. لا اكو، لا موجود هذا الشيء والله العظيم. 15 ب15 10 ب10 هذا متوفر. اما اكو مثل اساليب يعني مثل فتره الزواج وتقول اريد عزال، فهي ما ترهم يعني. زين شاف هو من يدبر، هو يا دوب كمل ذني جمعهن وتزوج بهن، ورا فتره الزواج شهرين ثلاثه نقول سنه ترجع تقول اريد اعزال. فهنا يعني هو شيء اكيد راح يتجه للايجار. فاحنا من نشوف هاي الوضعيه احنا الشباب اللي وراهم اللي ما متزوجين ما نفكر بالزواج. يعني نقدر نقول انه مخلد اليوم حالتك الماديه ميسوره، لكن انت وقادر انه انت تتزوج بالحد الممكن والمطلوب، لكن المتطلبات الفوق الممكن، انه انا اريد بيت وحد، اثاث فلاني، سياره فلانيه، مصرف فلاني، راح يصير شيء ازيد من هذا بعد. حتى لو يصير بعد ازيد وتظل اكو بها البنيه تصير فدت الشغلات يعني ما مطلوبه بالحياه. عاد مو مطلوب. لا اكو شغلات. شنو يعني شنو هي الشغله الما مطلوبه بالحياه يعني تطلبها منك؟ يجوز تريد سفر هواي، تروح لباقي الدول. ايها متمكن تقول له تعال ودي فلان دوله راح. هو اذا شافته متمكن اي من حقها تريده كل الدول. اذا هو ميسور الحال ممكن بالسنه مره، ممكن الكردستان. انا حدنا بس اكو وضع مثل باقي الشباب ما تسمح، يعني هي تريد زواج تزوج او شيء اكيد. بس ورا فتره الزواج تريد اعزال. زين هو مين يدبر؟ هسه الميسور الحال منتهي من يم معوفي، نقول خليه يودي. كلامك منطقي، يعني ليش؟ لانه احنا اهلنا وامهاتنا وبيبياتنا قضوا عمرهم ويا العيال، ورا ايش قد يلا طلعوا؟ هسه وضعنا صح، هسه احنا مباشره نريد بيت واحد. اي هسه قبل اول ما تتزوج ورا شهرين ثلاثه ام اربعه مشاكل صارت يحاسبونها على مثل تنظيف او فشي، تعال طيب عزال. تروح شو اسمه باهلها زعلانه فد 4 أشهر 5 وراها تريد عزال. ما شاء الله انت مجرب الحياه الزوجيه كلها شفهي. اي لان اعرف القرايبك والهاي كلها عندها المشاكل. لا كلها عندها المشاكل صايره قدامي. طبيعي يعني. لا طبيعيه الامور. هلا عمري كل الهلا فدوى الوجهك. زين شو اسمك؟ محمد. محمد انت شلونك ويا موضوع الزواج؟ نفس فكره مخلد؟ يعني انتم سويه بالفكره لو عندك؟ لا هي شوف قريبه الفكره، بس يعني هم الظروف تمنع. يعني انا بالنسبه لي اشتغل عمالي يعني فصعبه تصير. الله يرزقك ان شاء الله. يعني قصدك انه حالتك الماديه مو ميسوره بالمرحله اللي اصلا تقدر تفتح بيت؟ بالضبط اي صح. يعني مكفي روحك، مكفي امورك، احتياجاتك، طلعتك ونستك. بالضبط صحيح. اي انت ما مفكر تتزوج؟ لان انه حالتك الماديه بس؟ بالضبط اي. هذا اللي مانعك؟ اكيد. زين في حال مثلا ساعدوك العائله او الاهل ويسروا لك الحال، انت تعرف مثل ما اكو ما حد احد ساعد، انا احب اكون روحي. حلو. وده تكون روحك؟ ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. زين مخلد ارجع لك، عجبني الحوار ترى منطقي للامانه. لا هي بعد الصراحه هو لان هو هذا الوضع كله هيك. صراحة انه الحوار منطقي لان اغلب شبابنا يعانون من هذا الموضوع، يكونون هم طقنا. صور لا خلي صور حمزة. شوف انت لازم تعوف الكاميرا، عندنا مصورين هواية بعد ما نحتاجك. دائما احنا نشوف انه الشاب العراقي، انا من وجهة نظري اشوفه نوعا ما مظلوم، لان احنا النساء صار اغلبنا قادر على المعيشة، اغلبنا قادر على حمل المسؤوليه، اغلبنا قادر على انه هو يعتمد على نفسه او انا اعتمد على نفسي. فاحتاج رجل يكون سند، مو الا فقط بالماده، لان انا صرت اقدر اجيب الماده. هسه وضعنا هذا صار كل شيء بالماده. يعني لازم توديها لها فد، تريد لها فد 300,000 200. شنو هاي؟ هالشيء من اروح لاهلي ما ماخذ 200 300 400,000 شنو هاي؟ لا تروح لها الاسعار هاي فلوس المدينه. نحول على المدينه؟ شباب تعيشون بالمدينه هناك اللي تتزوج اي تاخذ تروح لاهلها وتجم صفره ولا ربع بتجيب الشاقه. اي والله يعني انا بهاي الوضعيه مالت الزواج كلها صايره قدامي. اي بس ما رايحه البيت، يعني تراني متزوجه. هي تروح البيت اهلها. تروح البيت اهلها تجيب لك يعني تجيب مثل كيم قبطه مال ملابس تعسر حمل على السوق. اي تجيب علاليق هواي يعني الصراحه. العلاليق هواي شغلات يا طلعت العمر. اي انت مو يعني
ذاك اليوم احنا تزوجنا وهاي شنو هالملابس، لا والله انا ذن محتاجتين وما ادري شنو، يعني انا مجرب الوضعيه الزواج اللي مقابل اصدقاء وجماعتي وقاربي. اي والله شوف اني لو شاكه انه مو وجهه نظر صح، خلي تشوفك الكاميرا حتى خافت الزواج، لاني كلن تعرف شلون تتعامل وياك المره صح. اي شوف حمزه اخذ على زوم انت، بس الله يكتب له نصيب تعرف شلون تتعامل وياه، لان هو كاشف كل شيء. لا لا صحيح هذا الشيء، الحين الكل كاشف فما راح تقدر له. فمخلد يعني اني ليش ما ناقشتك او اداهرك اكثر او اثبت لك انه هذا الشيء غلط، لان هذا الشيء موجود بالمجتمع العراقي. انا اصدقائي وقاربي يعني صاير قدام هاي المواقف واقع. قدامي إيه؟ لا امر واقع طبعا اي، لان امور الزواج واحنا هسه الوضع مالنا وضعنا تعبان ومال الزواج يعني اكيد وضعنا تعبان، لان انت تعرفين يعني ابسط المتطلبات ما موفره لها، يعني احنا عايشين ببلد سمونه اكثر بلد غني، وابسط شيء أبسط شيء ما موفره له. تحياتي لكم. في دول قلبك. أشوفكم بخير. شكرا جزيلا. شو نسيت؟ نسيتني سؤال الحلقة. وشنو اللي أسألك إياه؟ لأن الحوار كان حلو. إي لا هو هذا بعد، هو هذا وضعنا منطقي، لأن هو وضع الشعب كله هيك، مو بس إحنا قلك، باقي الشباب الأكثرية. صح. إيه؟ حياتنا للعائلة. أشكرك. سلمنا على شناينكم. الله يسلمك. وأريد أعرفها من هي هاي اللي تاخذ 300 ألف البيت أهلها. أموني تلتقي بيها تعلمني. مقطوع الشعر؟ لا موال. موال صوته حلو؟ اي لا حمود صوته حلو. ما نادم عليك ولا على الصار، نادم على القلوب ما عرف يختار، ولك جبت بيدي عذابي وخسرت اول شبابي، وحسافه يضيع عمره واظل خالي، ليش اسال بعد شلي مي بسوالي. تحياتي لك. حلسانك شو الابداع هذا، تحياتي لك، نورتني. الف هلا بيك، هذه هديه مقدمة من شركة رحلة النبع للسياحة والسفر بعد الهم والغم اللي عشناه وياك، تروح تتونس في كردستان غير جو.